هم المام يا روحي يلا جايبالك مام كله اكبر يا روحي يلا هم المام. لا يا كاميليا يا كاميليا، الواد مش هينام كده، انتي بتفوقيه مش بتنيميه، وعين صوتك عالي قوي، وطي صوتك شويه، مش عارفه انام ولا يا انجي. انتي مش فاهمه، دي احدث طريقه علشان تعرفي تنيمي بيها البيبي. انا ولادي ما كانوش بيناموا غير بالطريقه دي. لا يا شيخ، حتى وانتي بتنيمي عيالك على الهم الماما، ده مش عيب حسين بقى يا عيني. بقولك يا انجي، انتي كان عندك فورير كده قديم بقالك كتير قوي ما بتلبسوش، راح فين؟ في الدولاب. في الدولاب. انا هاخده. خدك ربنا. طب خدي خدي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. طب انا كنت بقول يعني لبس الحمل، يعني اكيد مش عايزاه دلوقتي، يعني قلت احطه عندي في الدولاب يمكن احمل. خدي خدي، اعملي اللي انت عايزاه بس سيبيني انام. حاضر يا حبيبتي. ايه ده، انا لاحظت ان انت حطيتي مفرش سفره جديد، القديم بقى كانت الوانه لايقه على بيتي. اخدي يا انجي. انت عايزه مني يا كاميليا؟ حرام عليكي. خدي هدومي، خدي جزمي، خدي المفارش، خدي كل حاجه بس سيبيني انام. حاضر، نامي 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 نام. نام يا روحي، نامي نام بس. ليه يا ماما؟ ليه ده رفتي بابا؟ ليه ده بابا لسه صغير متعلم قلم بيه. كاميليا حرام عليك يا كاميليا. هاتي هاتي الواد ده، كوتشي كوتشي خالص. كوتشي كوتشي، هاتي كوتشي كوتشي، تعالي كوتشي كوتشي. روحي، ده بابا لسه صغير متعلم قلم بيه. كاميليا شايفه الباب؟ اطلعي روحي كاميليا، روحي. بدل بابا ضرب ماما انا اللي هضربك. روحي روحي. طب والفورير واللبس هبعتهم لك اكسبريس على البيت. يلا دخلي المطبخ كسري شيفه. كوتشي كوتشي، هستنى بقى الحاجه تجي لي بقى يا انجي. يلا باي، مع السلامه. كوتشي والله خالص عسل. هم من نم يا روحي يلا جايبالك هم. نعم من ما بتنامش ليه؟ نام يا حبيبي نام. ده ما فيش اي احساس ولا في اي اهتمام. علي علي قوم يطفي على الاكل، الاكل على النار هيتحرق. ما لحقش يستوي. لا ده رز ما بياخدش وقت كتير. قومي يا علي. طب سيبي الواد وروحي شوفيه. لا الولد لسه راضع، يعني ممكن يقشط عليك. يقشط عليا؟ حاضر. واغلي معاك كمان شويه كراويه. حاضر. وما تنساش تطلع الزباله بره يا علي، بتعمل ريحه وحشه وممكن تجيب دبان والواد ممكن يعيا. حاضر. في ايه يا علي؟ مستني ايه؟ هخلص المقال واقوم يا انجي. لا يا علي، المقال مش هيتحرق، انما دمي انا ممكن يتحرق. قوم يا علي. دمي انا ما يتحرقش. بتقول حاجة؟ حاضر. مش فاهمة انا ايه ده؟ مش قد الخلفة، بتخلفوا ليه؟ ها؟ بتخلفوا ليه؟ انا مش فاهمة. أهم حاجة يا أولاد الإخراج الصحفي، يعني مثلا ممكن الموضوع يبقى حلو ومثير،
انما الاخراج وحش فيبوظ. صح يا علي؟ طبعا صح. يعني مثلا احنا هنا اللي بيحصل ايه؟ ان عندنا في صفحه 13 وصفحه 14 و15 لو خدتوا بالكم هتلاقوا الريبورتاجات كتيره والحوارات كتيره قوي، محتاجين ننوع شويه. صح يا علي؟ صح يا بيه. طب يا استاذ احنا برضو ممكن نختصر في الريبورتات. لا هو مش مهم الاختصار، المهم التجسيف، بس كل ده لازم برضو يبقى مرتبط بالموضوع. يعني لازم يا استاذ جميل يكون الموضوع مربوط بالريبورتات؟ لازم يا سامح. طب يا استاذ انت مش حضرتك قلت ننوع؟ اه. طب ما تيجي نعمل كلمه مختصره. برافو عليك يا جمالية. عارفة اي كلمة مختصرة دي تنفع عنوان لعمود. برافو عليك. اه صح، بس برضو لازم يبقى مرتبط بالموضوع الرئيسي للصفحة. اه طب ممكن ما نخليهاش عمود، نخليها فقرة. صح ممكن فقرة. بس هو انت عارفة الفرق ما بين الفقرة والعمود؟ لا الموضوع ده محتاج دراسة. مش كده علي؟ نعمل ايه يا علي؟ نعمل الصح. شفتوا؟ نعمل الصح. علي الوحيد اللي مصحصح معايا في الاجتماع ده. ما هو برضه يا استاذ احنا بنحاول. ما هو برضه ايه بس؟ ما هو مصحصح يا استاذ اهو. حقك علينا يا استاذ، احنا برضه المفروض يعني نجتهد اكتر من كده. حاضر. يلا اتفضل الاجتماع خلص. احنا المفروض نجتهد اكتر من كده يا سامح. عندك حق كمان. يلا بره. تعالى نجتهد بره. يا دي فشيبه. هم سامح وكمال يا راحوا فين؟ خلاص يا حبيبي الاجتماع خلص. احسن، دول كانوا عاملين ازعاج. لا فعلا مصحصح مصحصح قوي. لا انا مكاني وبرستيجي مش هيسمح لي انسى شغلي واسيبه كده. ممكن اشتغل في البيت، اكيد هلاقي فرصه، واكيد جميل هيرحب جدا. ما يستغناش عني، ما عندوش حد بيشتغل اصلا بضمير، ولا حتى هو شخصيا. كله يهون، كله يهون عشانك يا عمرينو يا حبيبي. بقالك ساعتين بتقول لي بفكر وانت عمال بتقرف بيكي، انت مش كبرت على الحاجات دي يا سمير؟ حبيبي عشان اصفي ذهني لازم اقرا سمير وميكي. طب ايه رايك اجيب لك فيلم كرتون؟ لا كرتون ده بقى هيكون فيه مشكله كبيره. ما هو انا عندي مشكله كبيره. مشكلتك مش كبيره، دي حاجه عاديه وكل الناس بتمر بيها. عاديه ازاي يعني؟ ما هو الشقه من حق الزوجه، واجازه الوضع من حق الزوجه، ورعايه الطفل من حق الزوجه، والراجل ملوش اي حقوق. انا ما بنامش يا سمير. تعالى انام عندي. ومين يعمل شغل البيت ويصحي الولاد الصبح يا سمير؟ انجي فين؟ مشغوله بعمر، مش بينايم حد، بس هي شايله ايديها من شغل البيت. طب خلاص هات شغاله او ابعت هات عليش. لا عليش لا عليش لا.